ايه يا مرفت؟ مالك بتنفخي ليه؟ انا ما بقتش قادره استحمل جنان بنتك ليلى، خلاص. عايز افهم اخر الجنان ده ايه؟ واخر الجري اللي احنا بنجريه ده ايه؟ وشي سلك ها؟ مش وشي بس على فكره. معلش يا هنون، ده اسمه ماراثون. لا ما اعرفوش، انا هادي من كده كوم. كده كوم بايه يا حلوف؟ بقول لك ماراثون، الماراثون، الماراثون يا هاني. فهمت. طب الماراثون ده يعني بنخلصه امتى؟ او اللي بيوصل الاول بيكسب ايه؟ ما حدش هيكسب اي حاجه، هنفضل نجري كده لحد ما نموت. ايه؟ ليه؟ ليه؟ يا ابني انت ليه خبطت الست؟ هتسبقنا. طب وايه يعني؟ ما تسبقنا، ما احنا ران فور كوز. كوز؟ بقى الهري ده كله على كوز؟ يا ست يلا نروح واشتري لك واحد. احنا بنجري من غير هدف ليه؟ يا عم عندنا هدف، احنا بنجري من اجل الفقراء والمساكين اللي ما عندهمش ميه وهيموتوا من العطش. انا شايف انهم يموتوا من العطش فرحان ما يموتوا من الفرهده وقطعه النفس اللي احنا فيها دي. تصدق انا فرهدت قوي بصراحه، مش قادر اقف لحظه. ليلى 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 انا عطشان. عطشان؟ هديك ميه بس ما تحطش بقك في البوز. لا اوكي من بعيد. استنى يا بنتي شويه ميه. معلش يا حاج، اخر بق ده عشان هنون. يلا نكمل الكوز. والعاشر ده يترح له ازاي ولا يتركب له ايه؟ انا عارف كل اللي راحوا هناك اخبارهم اتقطعت، والله اعلم بقى عايشين ولا ميتين. بقاء لله في مرتبك يا رمزي، انت كده هتدفع مرتبك في البنزين، يا هتتشحطط في الميكروباصات، يا هتتشعلق في الاتوبيسات. الحق نفسك يا رمزي وظبط امورك معاه. لا 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 شكلها بجد المره دي يا مهاب. خلاص خش له كده بس لما يهدى. بس الله يخليك ما تخشلوش بالبتاع دي. مراد ايه رايك في رمزي؟ رمزي؟ اه احمد وايه اللي هو عشان بس ايدك ولا ايه؟ ده ابن ناس وشيك وجنتي وزي القمر. ايه رايك تيجي ننزل ونقابل ليلى؟ ده معقد، ده شايف كل البنات اللي في الدنيا زيك. نعم سوري ما اقصدش، اقصد يعني ان هما بعد الجواز بيتحولوا امهات وتافهين. مالكش دعوه انت، اعمل اللي عليك وكلمه، مش يمكن يعجبها؟ على الاقل نكون خلصنا من الجنان اللي في دماغها ده. اوعى تنسى كلمه. ايه اللي هو تنسى كلمه؟ مش هكلمه. وكل شويه حد يديني اوردر ويمشي؟ مش هكلمه. اقعد تاني. يلا مش مشكله. عمرك سألت نفسك أنت ليه مش مستقر في شغلك؟ عشان مش مستقر في حياتك. طب عمرك سألت نفسك أنت ليه مش مستقر في حياتك؟ ما هو عشان مش عايز تتلم. طب عمرك سألت نفسك أنا إزاي أتلم؟ لا أنا قلت أسأل حضرتك بقى. بالجواز. نعم. أنت لازم تشيل مسؤولية عشان تبطل تخاف منها. وعي من نفس اللي هيتطور في شويتين دول؟ أنت بتعتبرني والدك ولا لأ؟ لا طبعًا. كويس أوي. ليك عندي حد يديني عروسة؟ ليلى مراد. هي مش ماتت باين؟ إيه ده؟ مين اللي ماتت؟ كانت موتة. شفت؟ شفت أنت تفكيرك راح فين؟ كده المتخلف راح فين؟ لا انا اسمي مراد وانت تعرف ان عندي بنت. ها طبعا يا فندم، انا يعني يشرفني ويسعدني طبعا، بس يعني حضرتك انا يعني لعبي كده شويه ومش بتحمل مسؤوليه. حبيبي انت بتقول ايه؟ ما كلنا كنا كده وعقلنا ورسينا يعني. اصل انا مش نافع لا في شغل ولا في جواز يعني. ينفع انت في الجواز ولا خليك تنفع في الشغل؟ يلا 10 10 10 10 يا جماعه بقول لك انا تحت امر حضرتك يا فندم في اي حاجه تشوفها يعني. احنا ننزل النهارده واكلمك نتقابل. ماشي يا فندم. يلا بطل. مستر مراد بالنسبه لموضوع العاشر. لا خلاص انا وعدتك هتتنقل هتتنقل. ربنا يخليك لنا يا فندم. فهمت ازاي؟ في الابتسامه الحلوه اللي الرمز معودنا عليها. طب ما خدش عشان الجواز عشان العاشر. ضايعين ضايعين. سوري يا جماعه بجد، ما هي شهود دي بعتالي شير لوكيشن بس 3 جي بتاعي مش لاقط. ممكن تشوف اي حد عنده 3 جي مع دول؟ ايوه يا جماعه حد لاقط 3 جي؟ والله يا ريس انا من العياط مش من الجريجي. اتفضلي. ما هو العياط كمان مش لاقط معايا اهو. لقط من هنا. ليتس جو. يلا لولا انا مرشح لك عريسه تشوفيه النهارده. انت عارف ان انا عمري ما هتجوز بالطريقه دي.
النهارده الساعة 7. اه يا بنت المدلوقة. هاي، ازيك انا ليلى. ايه يا برنس؟ انت بتشتغل ايه بقى؟ برنس؟ بيع قوي والسنبلة دي ابيع. الو؟ الو؟ افتح فيس تايم كده، عايز اوريك حاجة. حاضر. ايه رأيك؟ الله، زمان فكرتني بالمزدوج بتاع مازنجر. يا حمار افهم، النص ده احلى ولا النص ده احلى؟ اقعدي على يمينه انبسط تمام، ما انبسطش انقلي على شماله على طول. انا غلطانة اني سألتك اصلا. بقولك ايه، خلينا في المهم، العريس ده حلو يعني ولا واقع وانتوا واقعين ولا ايه ظروفكم؟ بص، هو يعني شكله مش وحش، طويل شوية، عنده دقن خفيفة، اقولك عامل زي العيال اللي بتشتغل في زارة، عارفهم؟ اقفل يا هنونة هكلمك تاني. الله، ايه القمر ده حبيبتي؟ ايه رأيك يا مامي؟ ايه اللي انت عامله ده؟ في ايه يا مامي؟ بجرب السنبولة احلى ولا الويفي؟ I think الويفي صح؟ حرام عليكي، كفاية جنين، كفاية هتموتيني. ليه كده؟ بقولك ايه، انت تعبانة، صاحبي تعايا سيبيها لي. عصبية قوي. ايوه عصبية. الله، انت برضه عملتي السنبولة والويفي؟ ايه رأيك السنبولة؟ شوفي انا فلاح وبميل للسنبولة اكتر، بس اي ثينك الويفي. برافو مراد. بقول لك يا حبيبتي، العريس المره دي من عندي ابن الشركه، انا مش عايز فضايح بليز. كفايه اصلا ان انا وافقت عشان اروح اشوف الواد القمر الاوفر في الحلاوه ده. يا بنتي دخلت ربنا، انا اعترضت. على العموم انا لغيت سفريه الواحات مخصوص عشان الواد الملون الحلو ده. كنت هتبيبي ايه في الواحات؟ كنت هنقذ التعالب طبعا. وانت مين ينقذك من التعالب؟ معرفش بقى، هات اي نصيبه تنقذني، ولا اقول لك هات الواد الامور الاوفر ده ينقذني ونخلص. على فكره الاحمر اللي في شعرك ده هايل، ده على بنطلون كحلي اوف. ثانك يو مراد. ايه يا برنس؟ شغال ايه؟ الله، ده رمزي اللي معايا في الشغل هناك اهو. في ايه يا مراد؟ مش احنا جايين نقابله اصلا؟ اه صحيح، ده نسينا ان احنا قايلين لكم. ممكن بلاش مراد، ممكن هنا بس تقولي بابا عشان الولد تصدق مش اكتر. اوكي، مره واحده. اوكي رمزي حبيبي ابني. مساء. وحشتني بجد، ربنا يخليك. اهلا يا حبيبي، ازيك يا رمزي؟ اهلا وسهلا. لا يلا، انا عندي شغل الصبح ولا ايه؟ هاي ليلى. شو قلت لك يا ميرفت؟ بلاش الاثنين دول بالذات. وانا صغيره كنت احلى بنت في المدرسه، وكنت اشهر بنت في المدرسه، انت متخيل؟ اقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت بس اصحابي كلهم عملوا لي حوالي 10 مثلا سربرايز بارتيز، اصحاب ابويا، اصحاب امي، اصحابنا في المدرسه، اصحابي من نازله السمانه، اصحابي من الشلتر. اصحابها في الشلتر ازاي؟ هو ده اللي هيجنني. باي ذا واي، انا بيتقدم لي عرسان كتير بالعبيط، يعني مش فاكر عددهم من كترهم. انا اللي فاكر عددهم. بس عارف، انا يعني ماليش في ستايل الولاد الملونين ده، يعني شكل احمد عز ده ما ياكلش معايا خالص. انا بحب الشكل بتاع منير ده، عارفه؟ منير، يا انا بعشق له الحب الحقيقي. على فكره انا كنت اتش ار في بنك، موقفه 100 راجل على رجل واحده بنظره بس، كانوا بيخافوا مني. كانت البنات كلها فرافير، كانوا بيدخلوا بقى الصبح بالكافي وبتاع. انا كان الاوفيس بوي بتاعي اسمه الماني، كنت ادخل الصبح انا اقول الماني، كان يخش عليا بالشاي ب50. بنتك كانت نخه بقى، الواد هيدب منها. خلاص ما تفضحناش، هو اتفه من كده بكتير. مش بحاجة. طب انتوا تعرفوا، انا شايف ان الشباب مش محتاج غير حاجه واحده بس، فرصه. فرصه يقفش فيها بايديه واسنانه. فالحل بيبقى ايه بقى؟ في الفرصه. ها، الفرصه. حضرتك كلمنا انا واحد من ده. طب نقوم احنا بقى، يلا. يلا بينا. ده تستعبط ولا ايه؟ ارتاح. لا حبيبي، انتوا اقعدوا براحتكم. طب انا مين هيروحني يا مامي؟ رمزي طبعا. يا ريت والله، يا ريت، بس المشكله ان انا ساكن في زايد والمعادي الناحيه الثانيه خالص. يعني المعادي مالها يا بابا؟ المعادي بعيد. اه بس اكيد مش هبعد بالعاشر. زكيتها يا فندم. مساء الخير. مساء النور. ممكن اخد الاوردر؟ لو سمحت، عايزه واحده جرين سالاد وتوماتو سوب. انا هاخد ستيك. ستيك؟ ايه ستيك ده؟ قطعه اللحمه اللي شويه. لحمه؟ انا مش فاهمه انتوا ازاي بتاكلوا لحمه.
عادي بايدينا يعني زي كل الناس ما بتاكلها. يا ابني ده مخلوق روح زيه زيك يتذبح عشان في الاخر حضرتك تاكله وكمان تقول عليه ستيك. انت ترضى ان حد يذبحك وياكلك؟ يذبحني ليه؟ هو انا جاموسه؟ وبعدين ما هو اتذبح خلاص هنسيب تضحيته تروح حضر يعني؟ خلاص هات لي يا عم واحد سلطه. في سيزر سلطه بالفراخ. فراخ؟ انت ترضى حد يعمل فيك كده؟ بعد ما تبيض تتذبح وتحط على السلطه؟ انا هاخد طحينه. ويل دان. طيب احكي لك انا بقى لغايه ما الاكل يجي. مره مامي الساعه 2 بالليل طلبت الصيدليه فاهم؟ والصيدليه ما جاتش. عارف عملت ايه؟ خدت عربيتي. بعد ما دقت اكلي كانت منبهره انا ازاي بطبخ حلو كده وفي نفس الوقت محافظه على شكلي وجسمي. اصلا يعني يبان عليا ان انا تخينه بس ام تشابي. بعدين ام تشابي علشان انا عندي هيلث بروبلمز مش عشان انا باكل كتير. انا باكل قليل قوي انت مش فاهم يعني يمكن قد التفه. لو سمحت بليز ممكن تحطي تليفوني في التشارج نص ساعه؟ كان منها العاشر بس